أعلى ألحان السيمفونية المصرية وبين جدران القلعة الفنية وأكبر منارة ثقافية في الشرق الأوسط وإفريقيا دار الأوبرا المصرية، كرمت وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار رموز الموسيقيين المشاركين في موكب نقل المومياوات الملكية ورسم لوحة موسيقية فنية وسينمائية. بيتم تكريم الفنانين المشاركين في الحدث العظيم نقل المومياوات، وكل فريق العمل الحقيقة بحضور طبعاً وزير السياحة والآثار الصديق العزيز الغالي، وبنهنيه كلنا بهذا النجاح المبهر الحقيقة. عندما جاءت لحظة تكريم الفنانات والفنانين والكورال والعازفين والمغنيين والمخرجين، لم نرى أفضل من دار الأوبرا عشان تكون هي مكان لاستقبال هذه الفعالية. كان هشام لازم يحط الموسيقى ديت، وبعدين بنحطها بطريقة أوركسترالية عالمية مع اتحاد الآلات الشرقية والآلات الفرعونية مع الأوركسترا، علشان تبقى ليها علاقة بينا احنا كمصر. طبعا لازم يكون ليها يعني شخصية مصرية تماما، مصرية قديمة، وتكون في إطار عالمي، عشان لما بنخاطب العالم بنوري احنا عندنا ايه. ملحمة أسطورية من الموسيقى والحضارة خطفت قلوب وأنظار العالم، حيث شهد الحفل الفني الكبير أوركسترا الفيلهارموني بمشاركة أكثر من 650 عازفا على مختلف أنواع الآلات الموسيقية الشرقية والغربية. أنا سعيدة جدا وفخورة أني أشترك في عمل بالضخامة دي، وأنا بعتبره إنجاز كبير جدا جدا، وضع مصر في المكانة اللي تستاهلها وتستحقها. الجمهور المصري لازم نثق في ذوقه، ونديله فرصة أنه هو يشوف كل أنواع الفنون بكل أنواع ألوانها. يعني وانس ده حصل، أعتقد أن الجمهور المصري يعني هيتذوق وهيتبسط وهيفهم وهيحس كمان بالإحساس الحقيقي اللي الواحد بيديهوله كفنان. دايما العازف بتبقى عنده مشكلة ان هو ما بيقدرش يوصل للمتلقي اللي هو بيقدمه. الحمد لله ده قدر يوصل، والناس حست بده بشكل مختلف. يعني على أنغام اللغة المصرية القديمة الساحرة سار موكب الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة لتخليد وصية خاصة بالأجداد، موسيقى وأنغام عزفت على أوتار قلوب المصريين، واندمجت معها مشاعر الفخر برحلة الخلود الذهبية استطاعت أن تبقى عالقة في أذهان جميع المستمعين.